قصة دودي الدودة. قالت أم دودي الدودة: هيا يا دودي إلى السرير، لقد حان موعد نومك. قالت دودي: سأذهب إلى سريري حالما أجد دبدوبي الصغير، لكنني نسيت أين وضعته. قالت ماما: فتشي عليه بسرعة. حاولت دودي الدودة أن تتذكر أين وضعت دبدوبها الصغير، وبينما هي تفكر مر الديك من أمامها وسألها: كيف حالك يا دودي؟ ماذا تفعلين؟ أجابت دودي: أنا حزينة لأنني لا أستطيع أن أجد دبدوبي الصغير، لقد نسيت أين وضعته. فكر الديك وقال: أعتقد أنني رأيته راكباً الدراجة مع آنسة دجاجة منذ قليل. صرخت دودي: آه، أريد دبدوبي حالاً، سأذهب لأبحث عنه. أتريد أن تأتي معي أيها الديك؟ طبعاً، قال الديك. خرجت دودي الدودة مع الديك، وبينما هما في طريقهما شاهدا الدفة والدربكة عائدين من حفلة، فسألتهما دودي: هل رأيتما دبدوبي الصغير؟ أجاب الدف والدربكة: نعم، لقد رأيناه يأكل الدراق في دكان العم دبوس منذ قليل، تعالي ندلك على الدكان. مشت دودي الدودة مع الديك والدف والدربكة باتجاه دكان العم دبوس، ولما وصلوا وجدوا العم دبوس وحده في الدكان، فسلمت عليه دودي وسألته إن كان يعرف أين دبدوبي. فأجاب العم دبوس: لقد كان دبدوبي هنا منذ قليل، ثم سمعته يقول أنه ذاهب إلى المكتبة ليشتري هدية لأحد أصدقائه، تعالي معي لآخذك إلى المكتبة. شكراً، قالت دودي ومشت مع الديك والدف والدربكة والعم دبوس إلى المكتبة. وصل الجميع إلى المكتبة فرأوا دبدوبي هناك يشتري دفتراً. ركضت إليه دودي وسألته عما يفعل، فأجابها أنه خرج ليشتري دفتراً كي تكتب فيه، لأنه يعرف أنها تحب كتابة الحكايات. فرحت دودي بالدفتر، لكنها قالت لدبدوبي ألا يخرج من دون أن يقول لها، لأنها تخاف عليه أن يضيع. عاد الجميع إلى بيوتهم سالمين، ونامت دودي مطمئنة إلى أن دبدوبي بخير في غرفتها.